قبل ما ابدا الحلقه خالص دعوتنا لنائب رئيس النادي الاهلي وزير الرياضه الاسبق الاستاذ العمري فاروق. الاستاذ العمري فاروق تعرض لازمه صحيه شديده جدا النهارده، دخل على اثرها في غيبوبه. هذه الغيبوبه استدعت نقله الى مستشفى المعلمين اللي هي جنب النادي على طول، وتم اكتشاف اصابته بنزيف في المخ، ثم تم نقله الى احد المستشفيات المتخصصه لاجراء جراحه. دعواتكم هي ليست جراحه واحده ولكن عده جراحات. دعواتكم ان يتخطى هذه الازمه ويعود سالما لاهله ومحبيه. اتمنى ان كل واحد قاعد وبيتفرج على هذه الحلقه ان هو دلوقتي لو قاعد يقوم يصلي ركعتين ويصلي للاستاذ العمري فاروق لانه ويدعي له، لانه الحقيقه محتاج دعاء كل او ملايين الاهلاويه او ملايين المصريين الحقيقه اللي هيسمعوا هذا الخبر. ادعوا له لانه الدعاء بيغير الاقدار، فادعوا له لانه يحتاج هذا الدعاء.